السلام عليكم طلاب الصف الثالث، أهلا ومرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. هيا نكمل تعلمنا عن حوار مع صديق. المفردات الجديدة New Vocabulary. ما ماذا ماذا ما or ماذا both meaning what. ما ماذا ماذا أين where أين متى متى when متى meaning when مع من with who مع من لماذا 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 meaning why اقرأ الحوار التالي ثم أجب عن الأسئلة. هيا نقرأ. Let's read. مرحبا أنا عمر وأنت ما اسمك؟ مرحبا أنا سعيد. ماذا تفعل يوم العطلة؟ What are you doing in the holiday? أنا أمارس رياضة كرة القدم. I practice football. متى؟ متى meaning when؟ متى تمارس كرة القدم؟ When you practice football. أمارس كرة القدم كل يوم every day في المساء in the evening. أين؟ أين meaning where؟ أين تمارس رياضة كرة القدم؟ Where you practice football. أمارس كرة القدم في النادي in the club. مع من؟ With who؟ مع من تمارس رياضة كرة القدم؟ With who you practice football. أمارس رياضة كرة القدم مع أصدقائي. With my friends. لماذا تمارس كرة القدم؟ Why you practice football. أمارس كرة القدم لأنها سهلة. Because it's easy. مع السلامة. مع السلامة. الآن هيا نجب عن الأسئلة التالية. استخرج من الحوار. Get from the passage أسماء الاستفهام. Questions tools. ما ماذا متى أين مع من لماذا تخرج من الحوار. Get from the conversation. طرف الحوار. طرف الحوار. With who this conversation? With who? With عمر. With سعيد. عمر وسعيد. متى يمارس سعيد كرة القدم؟ متى؟ متى meaning when؟ متى يمارس رياضة كرة القدم؟ متى؟ when he practices. كل يوم every day في المساء in the evening. مع من؟ مع من meaning with who؟ مع من يمارس سعيد كرة القدم؟ With who he practice football. يمارس سعيد رياضة كرة القدم مع أصدقائه. With his friends. لماذا يمارس سعيد كرة القدم؟
Why he practices football. لماذا يمارس سعيد رياضة كرة القدم؟ لأنها سهلة. Because it's easy. أين meaning where. أين القلم where is the pencil or pen. أين القلم where is the pen. أين القلم. أين تلعب. أين تلعب where you playing. متى. متى meaning when. متى تذهب إلى المدرسة. متى تذهب إلى المدرسة. When you go to school. أين. أين تأكل. Where you eat. أين تشرب. Where you drink. أين تكتب. Where you write. أين تلعب. Where you play. متى. متى. متى meaning when. متى تتناول وجبة الغداء or متى تأكل وجبة الغداء. When you eat your lunch. متى تدرس اللغة العربية. When you study Arabic. متى تدرس اللغة العربية. متى تلعب. متى تلعب. When you play. متى تلعب. متى تمارس الرياضة. متى تمارس الرياضة. When you practice sport. Now let's use لماذا with different things. لماذا meaning why. لماذا تمارس رياضة كرة القدم. Why you practice football. لماذا تأكل. Why you eat. لماذا تذهب إلى المدرسة. Why you go to school. لماذا تذهب إلى السينما. Why you go to cinema. لماذا تذهب إلى الحديقة. Why you go to park. مع من. مع من meaning with who. مع من تذهب إلى الحديقة. With who you go to park. مع من تتناول وجبة الغداء. With who you eat your lunch. مع من تذهب إلى المدرسة. With who you go to school. مع من تذهب إلى السينما. With who you go to cinema. لماذا meaning why. مع من meaning with who. Now you have to use this question tool to make different questions recorded and send it to your teacher. Don't forget to read your storybook from Bravo Bravo. شكرا صف ثالث مع السلامة.